الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتين. مثل ما تعودتوا بكل حلقه رح نحضر مع بعض وصفات واكلات صحيه ورح اعطيكم نصائح ومعلومات غذائيه مهمه تقدر تفيدكم بحياتكم اليوميه والاهم تساعدكم حتى تحافظوا على صحتكم من خلال تغذيه سليمه ونمط حياه صحي بعيدا عن الحميات العشوائيه والعوايد الغذائيه الخاطئه. ودايما تذكروا الاعتدال هو الاساس. طبعا اللي عنده اسئله مختصه بالتغذيه فيه يتواصل مباشره معي على الهواء على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. خلينا ننتقل مع بعض لحتى نشوف شو الاطباق اللي رح نحضرها اليوم. اليوم عندنا الطبق الرئيسي رح يكون برياني بالدجاج، ورح يكون عندنا باميه بدبس الرمان وعين الجمل، وبالاخر عندنا سلطه الجرجير والرمان. اول طبق رح نبتدي فيه طبعا هو البرياني بالدجاج. خلونا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه لكيلو صدر دجاج، ربع كوب ليمون، ملعقه صغيره كركم، ملعقه صغيره بابريكا، 2 كوب زبادي، ملعقتين كبيره نعنع مفروم، ملعقتين كبيره ثوم مفروم، ملعقتين كبيره زيت زيتون، ملعقه كبيره زنجبيل مفروم، 3 معالق زيت زيتون، بصلتين حمر مقطعين شرائح، كوب صلصه طماطم، ملعقه صغيره كمون، ورق لوري، عيدان قرفه، 2 كوب طماطم مقطعه صغير، 3 اكواب مي، كوب كزبره خضراء مفرومه، ملعقه صغيره ملح، ملعقه صغيره فلفل، و2 كوب رز حبه طويل. لكن مثل ما شفتوا المقادير كتار، انما الطريقه اللي رح نعملها رح تكون سهله كتير. هلا في كتير اشخاص مع البرياني يمكن ما بحطوا طماطم، ما بحطوا كزبره، بيعملوا الرز مع الفراخ، ما في مشكله، بس انا حبيت هيك كون عم بعملها يعني مع كتير مقادير مع بعضهم حتى نكون عم قد ما فينا عم نعملها بطريقه جديده ونكون عم نحسن لها طعمها. اول شيء رح ابتدي فيه هو بقلب بول كبيره بدي اخلط الدجاج مع بدي اعمل صلصه تبع الدجاج قبل ما احطهم بالطنجره. هلا لصلصة الدجاج، اول شيء احكي عن الدجاج شوي. عادة بالبرياني ما بنستعمل صدور الدجاج، بنستعمل او فرخة كاملة او بنستعمل ممكن فخاد دجاج، بس انا حتى نكون عم نحضر الاكلة بشكل صحي ونخفف دهون حبيت اعملها بصدور الدجاج. جربوها عندكم ما في مشكلة، لو حبيتوا لو عندكم فرخة وبدكم تعملوها برياني ما في مشكلة، بس ممكن كمان تكونوا عم بتجربوا صدور الدجاج حتى مثل ما قلت نكون عم نخفف من الدهون. بقلب البول رح احط الزبادي، رح احط عصير الليمون، لكن كل المقادير اللي حدي هون تقريبا رح كون عم حطها، رح احط زيت الزيتون، رح احط الزنجبيل المطحون، الزنجبيل الفريش اللي هو الطازة مش الباودر أو البودرة، اللي هو الزنجبيل الأخضر، كتير صحي كتير مفيد وكتير طعمه يعني رح يبين أكتر بالأكل من لو حطينا زنجبيل بودرة مطحون. بس إذا مش متواجد عندكم بس الزنجبيل ما في مشكلة، رح حط البابريكا والكركم، رح اخلط الدجاج كلهم مع بعضهم بهيدي الطريقة اعملهم الخلطة. هلا عادة لما نعمل هيدي الخلطة لازم الدجاج يتنقع، يعني لازم يبقى تقريبا ساعة بالتلاجة حتى يكون عم يشرب مظبوط الصلصة. انما طبعا نحن لا بما انه عم نحضره على الهواء ما رح فيه يحطه بالتلاجة ساعة، بس انتم تذكروا انه من بعد ما تعملوا هيدي الصلصة بتكون ترجعوا تحطوا الدجاج بالتلاجة ساعة قبل ما نحطهم على النار. لكن رح اتركهم هلأ على جنب وانتقل لحط البصل على النار. البصل الأحمر مثل ما شايفين، رح حط الطنجرة على النار، وهون رح احتاج لزيت الزيتون لحطه مع البصل. خليني بس شيل الأطباق اللي استعملناها حتى نوسع مكان. لكن أول مرحلة نعملها هي إنه ننقع الدجاج مع الصلصة
ونحطهم ساعة بالتلاجة. تاني مرحلة هي نبلش بتحضير البصل، زيت زيتون كمان، يعني استعملت ملقتين زيت زيتون مع الدجاج، وهلأ رح استعمل ملقتين أو ممكن ثلاث معالق زيت مع البصل لتحمير شوي البصل. لكن رح انطر شوي لحتى الزيت يحمى ونرجع نحط البصل. من بعد ما نكون حطينا البصل وقلبناه شوي، بدنا ناخذ الفراخ اللي نحن تبلناهم واللي كان صار لهم ساعه متبلين، ونرجع نحطهم بالطنجره مع البصل. وتاني مرحله طبعا تدريجيا نرجع نحط كل المقادير اللي شايفينها هون على الرخام. لكن الزيت على النار مفروض يكون حمي، حمي الزيت، وهيدي البصلة رح نقلبها شوي وننطر حتى ننطر دقيقة بس حتى تبلش تدبل قبل ما زيت فوق البصلة للدجاج. هلأ الدجاج طبعا منقوع بالصلصة، أنا رح آخذ قطع الدجاج حطهم فوق البصلة، وبدنا نحافظ على الصلصة، صلصة الزبادي مع التوابل اللي عملناها، لأنه رح نرجع نزيدها مع بقلب الطنجرة بعدين، وبعد ما نكون حطينا المقادير الثانية رح نرجع نزيد صلصة الزبادي، كمان رح تعطي طعم كتير حلو للدجاج. رح ابتدي حط قطع الدجاج مع البصل. لكن مثل ما قلت لكم انا عم بستعمل صدور دجاج، انتم فيكم تكونوا عم تستعملوا فرخه كامله ما في مشكله، انما انا حتى خفف من الدهون دائما بحب كون عم بلجأ لصدور الدجاج. وجربوها، يعني انا بنصحكم تجربوها مع صدورة الدجاج، واذا لقيتوها طيبه تكون كثير منيح، هيك بتكونوا عم بتخففوا من الدهون اللي عادة موجودة أكتر بتكون بالفرخة، خاصة بفخد الدجاجة. لكن هلأ عم بحط صدور الدجاج بالطنجرة. الصلصة اللي باقية بقلب الطبق رح خليها مثل ما قلت بنرجع منزيدها بعدين. خلينا نقلب شوي الدجاج مع البصل. هو مفروض من بعد ما نحط الدجاج نغطي الطنجرة ونتركهم 10 دقايق، بس أنا بما أنه ما كتير معي وقت رح حط المقادير الباقية هلأ على طول. بس أنتوا بالبيت لكينا بتذكروا أنه في عنا مرحلة بدنا ننقع الدجاج ساعة، وفي مرحلة هلأ من بعد ما تحطوا الدجاج مع البصل بدنا نغطي الطنجرة ونتركهم 10 دقايق. اعتبروني تركتهم 10 دقايق، رح انتقل أنا وكمل معكم المراحل الثانية، ورح ارجع حط. لكن عنا الملح والفلفل، عنا الكمون، ورق اللوري، القرفة طبعا، كل التوابل. رح نحط الطماطم، رح هلا بهاي المرحلة حط الطماطم والكزبرة وارجع حط التوابل كلها. لكن من بعد ما نكون حطينا الدجاج على النار 10 دقايق نفتح وبنرجع بنحط الطماطم، كزبرة الخضراء. كمان في كتير اشخاص يمكن لما يعملوا البرياني ما بحطوا لها كزبرة، بس طعمها مع الكزبرة والطماطم بيكون هيك طعم جديد، ويكون حطينا خضار كتير مع الاكلة. لكن حطيت الطماطم، حطيت الكزبرة، وهيدي صلصة الطماطم، ورح حطت التوابل والملح، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، كمون. طبعا للزفارة رح نحط مع الدجاج ورق لوري، ورح نحط عودين من القرفة، لأنه طبعا عم نطبخ الدجاج مع المي رح يكون في ريحة زفارة إذا ما حطينا ورق اللوري والقرفة. نخلطهم مظبوط مع بعضهم.
كمان بعد هيدي المرحلة لازم نغطي الطنجرة لمدة 5 دقايق قبل ما نرجع نحط الرز والمي. بس أنا طبعا ما رح أنطر 5 دقايق، رح على طول نكون عم نزيد الرز والمي. الرز اللي عم بستعمله هو رز حبة طويلة، وطبعا عم بستعمل كوبين من الرز مع كيلو صدر الدجاج. مع اتصال، مساء الخير. يا دكتورة ازي حضرتك؟ مساء الخير مدام أمال. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ أنا كويسة، أنت عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ممكن بس سؤال؟ أكيد تفضلي. بالنسبة للكرفس. الكرفس؟ اوكي. أنا بغليه واشرب ميته علشان لما باكل أي بقوليات رجل أنا ما فيش نقرس، لكن تقريبا الأكزولات بترسب على المفاصل تحت رجلي. يعني عندك؟ فأنا بغسله وبغليه قوي واشرب ميته كل يوم كوباية على الريق. ده صح ولا؟ وأصل أكله ني صعب الكرفس. اوكي. هو لما يكون عندنا أكزولات، طبعا تعرفة في مأكولات معينة لازم تكوني عم بتوقفيها مثل الشوكولات مثلا. لا ما فيش شغلك، بس يعني مره في الشهر اللي هي اللي لانه بزود الاوكزالات. وممكن طبعا بحلقات لاحقه يكون معنا وقت بحكي مظبوط عن حصول الاوكزالات، لانه في كثير اشخاص يمكن ما عندهم فكره مظبوط عن حصول الاوكزالات تحديدا. السبانغ مثلا بدنا نخففه او بدنا نوقفه لما يكون عندنا اوكزالات. ما انا كل الحاجات دي انت عارفه لما انا باكلها بشرب ميه كتير بعدها وباكل قليل، بشرب ميه كتير وباخد الفوار المعين بتاع اوكي تمام. نحن بهالحاله مثل ما قلت لازم نكون عم نشرب مي كتير كرمال نكون عم نتخلص من حصول الاوكزالات. والكرافس اللي عم تاخديه عم تغليه عم تاخديه الصبح على الريق، ولسه لما تاخديه الصبح على الريق عم تصحي كمان عندك ورم باجريكي برجليكي؟ لا 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 ما فيش ورم، هو ما فيش ورم، هو بس بيبقى ألم يوميها لما أشرب مية كتير. أوكي. وأعصر ليمون على الأكل تقريبا بيعمل مضاد للأوكسجين. صح صح يعني أنا استنتجت كده. مظبوط مظبوط. فأنا بنصحك يعني هلا ممكن تاخذي الكرافس على الريق ما في مشكلة أبدا، بس أنا بنصحك يعني المغلي المية بتاعته دي مفيدة؟ مفيدة ولا ممكن تكون مفيدة ما فيهاش مشكلة أبدا، بس إنه أنا بنصحك تشربي مية كتير وطبعا تضلك عم تاخذي الفوار لحتى قد ما فينا نكون عم نخفف من الورم بالرجلين. بس إنه إذا عم تسأليني عن الكرافس ما في مشكلة أبدا، الكرافس بيساعد برضه نفس الشيء، بغليه واشرب ميته برضه. الاثنين بيساعدوا. عندك مشكلة بالكلى؟ لا الحمد لله. لأنه إذا في مشكلة بالكلى الكرافس والبقدونس الاثنين ما بيسوا. بس إذا ما في مشكلة بالكلى تحديدا، لأنه الكرافس والبقدونس الاثنين مليانين بوتاسيوم، وعادة البوتاسيوم كتير مفيد وكتير صحي معدن البوتاسيوم، إلا للأشخاص اللي عندهم مشكلة بالكلى هون بدنا ننتبه. فإذا ما في مشكلة بالكلى ممكن تكوني عم تغلي الكرافس الصبح وتكوني عم تغلي وتشربي مية البقدونس رح تكون كتير مفيدة بالحالة تبعك. ماشي شكرا. ميرسي على اتصالك يا مدام. لكن هلا اللي عملته انا حطيت الرز، رح نرجع نشوف، حطيت الرز وحطيت المي. بذكركم انتم بدكم تنطروا، يعني اول مرحله بدنا ننطر لحتى الدجاج شوي يبلش يستوي 10 دقائق قبل ما نحط المكونات الباقيه اللي هن الطماطم والكزبره والتوابل، ونرجع ننطر كمان بين 5 دقائق لعشر دقائق لنرجع نحط الرز مع المي ونتركهم على النار لحتى يغلوا. المي هلا بعدها ما غليت، بنخليهم على النار عاليه، اول ما تغلي المي بنخفف وبنتركهم الى ان تستوي، وان شاء الله تستوي الطبخه معنا خلال الحلقه هلا ونقدر نغرفها بالاخر. خلونا ناخذ هلا بريك صغير ونرجع نكمل بقيه حلقتنا.